تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعاتها بمحافظة الأقصر لتطوير كافة مناحي الحياة وكانت قرية الرزيقات تابعة لمركز أرمنت جنوبي محافظة الأقصر واحدة من 34 قرية شهدت أعمال تطوير في مختلف الخدمات الأساسية ضمن مبادرة حياة كريمة عمل متواصل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الأقصر من أجل تطوير كل مناحي الحياة، لا أن مناطق الصعيد عانت من إهمال كبير استمر لسنوات. مشروع حياة كريمة والذي أطلقه الرئيس السيسي من أهم المشاريع التي أعطت قرى الريف اهتمامًا كبيرًا في شتى المجالات ومنها الكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات والصحة. وغيرها من المشاريع الاساسيه التي تحتاجها كل قريه ومن بين تلك القرى قريه الرزيقات التابعه لمركز ارمانت جنوبيه محافظه الاقصر قريه الرزيقات واحده من 34 قريه شهدت اعمال تطوير في مختلف الخدمات الاساسيه بالمحافظه ضمن مبادره حياه كريمه القريه دي كان ليها حظ وافر من مشروعات حياه كريمه تنفس فيها مراكز شباب اسعاف اطفاء آه، مركز آه، تنميه اسره مجمع خدمه مواطنين آه، مجمع زراعي كباري على ترع نقطه, نقطة اطفاء بالنسبه للوحدات الصحيه طبعا وفر اكبر كميه وحدات صحيه على اعلى مستوى بالنسبه للمحافظه في جميع القرى الاول كنا بنلجا للمستشفي بعد عناء وبعد ساعات عبال ما نوصل للمستشفى يا هل ترى هتلقى مكان او مش هتلقى مكان الحمد لله النهارده وفر لنا في المستشفيات الصحيه والوحدات الصحيه الشامله كافه المستلزمات الصحيه للمواطن بالنسبه للمشاريع اللي عملها لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكور انه هو افتكر الصعيد بحاجات يعني ما كناش نحلم بيها فالحمد لله جاب الكهرباء وجبنا الصرف الصحي وعملنا العماير الحمد لله ومن بين المشروعات التي تم الانتهاء من انشائها في القريه وحده اسعاف ووحده صحيه ومجمع خدمات حكوميه ومجمع زراعي بالاضافه الى رفع شبكات الكهرباء ومياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي وجاري توصيل الغاز الطبيعي